بدايتنا كانت في 2010. الفكرة هي توفير أكبر عدد فرص عمل بالخارج والداخل، فقررنا تأسيس شركة القمة العربية للتوظيف لتكون الشركة المناسبة لطلبك بترخيص 856 بالخارج و72 بالداخل. الفكرة مش مجرد استثمار، بس هدفنا الأول إننا نساعد كل فرد بيدور على وظيفة مناسبة لكفاءته وقدراته. نوفر فرصة العمل المناسبة في المكان المناسب، ومن خلال السير الذاتية والمقابلة الشخصية نوفر الشخص المناسب للوظيفة. ودلوقتي انت اكيد بتسأل نفسك ايه اللي بيميزنا عن باقي شركات التوظيف؟ اللي بيميز شركتنا هي سرعة التنفيذ بأقل تكلفة. انت كمان تقدر تزور موقعنا وتعرف تفاصيل اكتر وتقدم على الوظيفة المناسبة، فزوروا موقعنا. ولو انت اخترت الطريق الصح ممكن تتواصل معنا على رقم الهاتف الموجود، وممكن كمان تتابعنا على صفحة الفيسبوك.